مش هتزرع عرض المرض. طيب محمد انت كمان كنت عندك طب ده معايا رضا. رضا بيقول ابنه عنده حبوب في وشه واداله مضاد حيوي بس الحبوب بتروح وترجع تاني. طبعا غالبا هو شاب ودي كده على طول حبوب شباب. حبوب الشباب انا عايز اقول للناس حاجه دلوقتي بقى حاجه بسيطه كده ممكن يعملوها قبل الادويه يعني. تركيبه سهله ممكن الواحد يعملها في البيت. بنجيب مقدار ملح طعام يعني مثلا فنجان ملح عادي ملح طعام ملح بتاع البيت فنجان مثلا صغير وقده 9 فناجيل ميه يعني نسبه 1 لـ9 اوكي وبقلب كويس قوي لغايه لما يدوب في الميه. هذا المحلول بغسل بيه وشي كم مره بقى في البيت؟ مره الصبح ومره بالليل. ده بيقلل الدهون وده بيقلل ظهور الحبوب كويس قوي. ده يعني علاج بسيط جدا. اما لو كانت الحبوب شديده بقى شويه وعامله راس بيضه ومضطرين ناخد علاج لو سمحت خش على صفحتي على الفيسبوك برضو يوم السبت الفيسبوك البوست المجمع هتلاقي فيه علاج متكامل سواء محاليل موضعيه او كبسولات بتتاخد تمشي على اللي انا كاتبه وان شاء الله الحبوب تبقى كويسه.